نشوف المشاركة، نشوف الغلا والهلا والحلا والزين كله وصل في هذا الشوط. تعرفونها؟ ما يحتاج أنا أروح بتعلن، أروح بتعلن عنها في السه. هذه ملكة، ملكة الأبكار، ملكة الجمال وملكة الناموس، هي الآن موجودة. أرتاح أنا، أطرب يوم أشوفها تشارك. بس أنا بس تخبر بن كليف ليش ما شارك بها في رأس الخيمة وفي المهرجان في قطر في الشحنية. هذه ما شاء الله تبارك الله، يعني بكرة دانة تغزر بين الجواهر فريدة، الله بعثها لأبو محمد من أعماق البحور. طيب ناخذ المركز الأول لكذل الحادثين حديد الحمباب، نتكلم الميدان روحه بيتكلم، والعرض بتشاهدونه إن شاء الله هناك عند الكيلو والمتر الأخير. نشوف المقدمة لسمو الشيخ حمدان بن محمد حمدان بن راشد آل مكتوم أعتقد، نشوف لأن الشعارات المضمرين، فهنا الشاهنية لسمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم عتيج بن علي بن خفية، هو من يقدم لنا الشاهنية بأول المراكز. المركز الثاني فتأتينا حشيمة لسمو الشيخ مايد بن محمد بن راشد آل مكتوم، والمركز الثالث فهنا اللي هي الظبي اللي اسمه الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، وأيضا شاب المضمرين يتواصل بالعطاء وبالتميز وبالتضمير وأيضا بالانتصارات، يقدم لنا الظبي بالمركز الثالث. المركز الرابع تأتينا الشاهنية اسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، علي بن راشد بن غدير مع التضمير. نقلة تالية إلى المركز الخامس هنا طلايب لسعيد بن محمد الهلي الهاجري، والمتابعة من المركز السادس فالوصول من قبل الشاهنية اسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مشعان بن سعيد بن غدير. نقلة تالية إلى المركز السابع تقترب الآن شفاء لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ومطر بن محمد بالطبيعة مع التضمير. أما المركز الثامن فهنا الوصول من قبل الشاهنية لسمو الشيخ مايد بن محمد بن راشد المكتوم ثاني بالعبيد بن كديدة الفلاسي. والمركز التاسع تقترب الآن الشاهنية محمد بن طارش المبارك بالقوبع محمد بن طارش الحميري. والمركز العاشر فهنا أيضا تواصل من زعفرانة سالم بن محمد بالطبيعة. هذه المراكز الأولى، هذه المرة شوف يا منير صور قدام، خليني صور شوف العرض شوف تي على زاوية، خذن على زاوية البوراما يسمونها، ما أدري يعني الأبعاد الثلاثية. نشوف الظبي، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، أسرحت والرب يحفظها حريص عن عيون الحاسدين الطامعة. يوم جد الجد يا أبو محمد واشتد الوطيس، بدلت مرباعها اللي تربع، هي الآن في المقدمة، هي في مقدمة الشوط، تجود بالموجود وتعطي الميدان حقه، تعطي الميدان والشوط حقه أينما شاركت وأينما ذهبت أو أينما أيضا احتفلت بهذا العطاء وبهذا الوزن وبهذا الشعار، شعار سيدي سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي حفظه الله ورعاه، الذي يقدم لنا هذه الأصيلة بقيادة سيف بن علي بن كليب. المركز الثاني تتقدم حشيمة لسمو الشيخ مايد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وهناك أيضا محمد بن عبد الله بن حميدان من يتقدم مع التضمير. المركز الثالث تأتينا الشاهنية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وعلي بن راشد بن غدير. المركز الرابع الشاهنية لسمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم علي أو عتيج بن علي بن راشد بن خفية مع التضمير. وصل بالهلي وصل راعي طلايب ويطالب، وصل راعي طلايب، نشوف 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 راعي طلايب، والله ناوي ويدفع وعنده اللي يتير الشوط، ير عنده اللي عليها الأمر يصدر في الأخير. والله هي ما شاء الله يعني عندها نظرات قوية، عندها نظرات قوية. شو يقول محمد الشاعر هذا اللي يقول وسعة الباهر والأنفاس، المذيع من تسرح تغتره ويهتم يتخبر هل الباص هذه هو بالهلي بايب بكرة غير بكرة، شاني بغيت أشارك الناس هني. أنت الحين وصلت الثاني، الأول انساه
بالهلي الاول انسى. لا لا لو ما في مجال، ما في مقارنه، ما في مقارنه يعني بالمركز الاول، ما مستحيل يعني. هذا يعني من شو اقول لكم، اذا يعني اليوم الظبي انسحبت عن المركز الاول، هذه من عجائب الدنيا يعني. مستحيل مستحيل مستحيل، اذا على طبيعتها وعلى نشاطها وعلى اصلها وفصلها ونفس التضمير ما ينخذ عنها المركز الاول، لو ساقه وعليها ان شاء الله من كل الاصايل ومن كل الميادين، مستحيل تسلم المركز الاول. بالهلي وصل الى المركز الثاني مع طلايب، حدث بيستوي اليوم اذا فزت على الظبي، حدث بيستوي. انا واول واحد انا بحزن، اول واحد ببر بالمكرمون ولا بعلق شهر، شهر شهر كامل ما بذيع اذا سبقت الظبي ولا فازت عليها. مستحيل ان تستلم طلايب بالمركز الثاني، سعيد بن محمد بالهلي، والمركز الثالث هناك الهجوم من المركز الثاني، الثاني تقترب الشاهنيه اللي اسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد مكتوم. وهناك والله يا ظبي اذا ما تبي اني اذيع شهر، عاد انا حطيت وعد وعد على نفسي اني ما اذيع شهر اذا سبقت اليوم. لا خل تطلع العصا، روح اذا ما طلعها بنكليب والله لو روح يطلع من السياره ويير العصا كذا بالقوه بالقوه. يا ابو محمد يا ابو محمد على كيفك، اذا ما تباني اعلق بالهباب عاد هذاك شيء ثاني. لا تطلع العصا، الجماعه تراهم وصلوا، وصلت الشاهينيه، وصلت الشاهينيه 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 اللي اسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم علي بن راشد بن غدير. يا ظبي يا ظبي يا ظبي، يا سلام يا سلام يا سلام، يا الله الخشم، يا الله الغارب وسيعه الغارب والانفاس، هذه من فوق مروحيه. شو يقول الشاعر؟ من فوق شيء طبيعي وشيء يصور بالمروحية. ها طيايير فوق عندنا احنا نصور، كم من طيارة اللي طالعون فوق؟ يمكن خمس طيايير فوق الظبي وعصاها قوس، ما ابدا. هذا ربع ركض تشاهدون انتم الحين، ربع الركض، هذا ربع الركض، ولا عندها ولا حركة ابدا ابدا ابدا، ولا كلمها الجهاز، الاجهزة كلن كليب ما يابل اليوم هناك في العزبة. صباح الخير يا ابو محمد، نهني سمو الشيخ مكتوم بن محمد الراشد المكتوم الثاني، الشاهنيه سمو الشيخ حمدان بن محمد المركز الثالث، انا سمو الشيخ مايد بن محمد المركز الرابع، طرايب سعيد بن محمد بهلي، والمركز الخامس أربعة الخامس خمس فهنا الشاهنيه اللي سمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد المكتوم. هذه النتيجه مشاهدينا الكرام.